بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 143. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. سبق للمؤلف حديث في تخصيص يوم الجمعة بفضائل من الأعمال ومنعه من فضائل أخرى كالصوم. قال معنا هنا: وهذا المعنى الذي ذكرته معتبر في كل ما نهى عنه الشارع، أي أن لا يستزيد العامل بعبادة يبتدعها ولها أصل مشروع، معتبر في كل ما نهى عنه الشارع من أنواع العبادات التي لا مزية لها في الشرع، إذا جاز أن يتوهم لها مزية كالصلاة عند القبور أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك، وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من البدع المنهي عنها البدعة الإضافية. البدعة الإضافية، نعم. وهي أن يكون العمل في أصله مشروعا ولكن يزاد عليه صفة أو زمان أو مكان لم يعلقه الله به. نعم. فالمبتدع أضاف هذه الزيادة إلى شيء مشروع، فصار عمله هذا بدعة إضافية. من ذلك الصلاة. الصلاة مشروعة وهي من أفضل الأعمال، ولكن تخصيصها بمكان أو زمان لم يشرعه الله ورسوله يكون هذا من البدعة. فمثلا إذا صلى عند القبور يريد الصلاة لله جل وعلا، ولكن ظن أن الصلاة عند القبر لها مزية وفيها فضل، نظرا لأن المقبور له فضل وله مكانة، فظن أن الصلاة عند قبره لها خاصية. وكذلك الدعاء، الدعاء دعاء الله جل وعلا عند القبور، فالداعي يدعو الله جل وعلا، والدعاء مشروع وهو أعظم أنواع العبادة، ولكن إذا دعا عند القبر فهذا ممنوع، لأن هذا إضافة شيء لم يشرعه الله، فالله لم يشرع لنا الدعاء عند القبور ولا الصلاة عند القبور. والعلة في ذلك والحكمة أن هذا وسيلة إلى الشرك، لأنه إذا عظم هذا القبر وصلى عنده أو دعا عنده، وإن كان لا يصلي إلا لله ولا يدعو إلا الله، فإن هذا وسيلة إلى الشرك، إلى أن يعظم الميت ويطلب منه حوائجه. والشرع جاء بسد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، ومنها الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور. وإن كانت نية الفاعل حسنة ويريد العبادة، لكن مجرد النية لا يسوغ أنه يأتي ببدع
محدثة، وإن كانت نيته حسنة فهذا لا يسوغ فعل البدع لا الأصلية ولا الإضافية، لأن العبادات توقيفية لا يفعل شيء منها إلا بدليل، ولا يؤدى شيء منها في مكان أو زمان إلا بدليل. نعم. قال: أو الذبح عند الأصنام ونحو ذلك. وكذلك إذا كان هناك صنم يعبده المشركون فجاء مسلم وذبح عنده، يقصد الذبح لله عز وجل، يتقرب إلى الله بالذبح، لكنه ذبحه عند الصنم، فهذا منهي عنه لأنه وسيلة من الشرك، من وسائل الشرك وبدعة. ولهذا لما نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة موضع قريبا من مكة، جاء يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: فأوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم. فهذا الرجل نذر لله، يريد التقرب إلى الله، ولكن لو كان في هذا المكان الذي نذر فيه صنم كان في الجاهلية، ليس موجودا الآن، كان في الجاهلية ثم أزيل، فلا يجوز لأحد أن يأتي ويذبح في المكان، فكيف إذا كان الصنم موجودا وقائما؟ فهذا أشد، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك، والله جل وعلا سد، والرسول صلى الله عليه وسلم سد كل الوسائل التي تفضي إلى الشرك حماية لعقيدة التوحيد. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وإن لم يكن الفاعل معتقدا للمزية، لكن نفس الفعل قد يكون مظنة للمزية. حتى ولو كان الفاعل لا يرى أن لهذا المكان مزية، وإنما ذبح فيه على أنه مكان مجرد مكان، فهذا لا يجوز. وإن لم يكن الفاعل يعتقد أن لهذا المكان مزية، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. نعم. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. نعم. نعم. فكما أن إثبات الفضيلة الشرعية مقصود، فرفع الفضيلة غير الشرعية مقصود أيضا. نعم. كما أن الفضيلة الشرعية مقصود للمسلم وله أجر عليه، فكذلك رفع الفضيلة غير الشرعية هذا مقصود للمسلم أيضا، وهذا من هذا الباب، يعني الذبح عند القبور أو الصلاة عند القبور أو الدعاء عند القبور، فهذا رفع لفضيلة كان يعتقدها هذا الفاعل ولا أصل لها. نعم. فإن قيل هذا يعارضه أن هذه المواسم مثلا فعلها قوم من أولي العلم والفضل الصديقين فمن دونهم، وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه ونحو ذلك، مع ما ينضم إلى ذلك من العمومات الدالة على فضل الصلاة والصيام، كقوله تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، ونحو ذلك. قلنا: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع، وكان ما فيه من المبتدع مغفورا له إذا كان في اجتهاده أو تقليده من المعذورين. وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إنما حصلت لما اشتملت عليه من المشروع في جنسه، كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن القصد في عبادة الله وطاعته ودعائه، وما اشتملت عليه من المكروه انتفى موجبه بعفو الله عنه لاجتهاد صاحبه أو تقليده. وهذا المعنى ثابت في كل ما يذكر في بعض البدع المكروهة من الفائدة،
لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. هذه شبهة يريدونها، نعم، يريدها أصحاب البدع، وهي أنهم يقولون هذا الشيء الذي تقولون إنه بدعة فعله العالم الفلاني، نعم، والعابد الفلاني ومن لهم فضيلة في الإسلام فعلوا هذا الشيء فنحن نفعله تقليدا لهم. فيقال هذا لا تقليد لا يجوز ولو كان المقلد من أصحاب الفضل، لأن الإنسان وإن كان من أهل الفضل قد يفعل شيئا باجتهاده، والاجتهاد يخطئ ويصيب، فالعمدة على الدليل وليست على أفعال الناس، فأفعال العلماء وأفعال الصلحاء يستدل لها ولا يستدل بها. نعم، فلا تتخذ دليلا للتشريع، وإنما العبادات يستدل لها بالكتاب والسنة أو الإجماع أو الإجماع من الأمة. أما مجرد شخص أو أشخاص يعملون هذا الشيء فهذا لا يدل، إذا لم يكن عندهم دليل فعملهم هذا غير مشروع، عملهم هذا يكون غير مشروع لأنه بدون دليل. هذه ناحية. الناحية الثانية، قد يقول قائلهم إن فلانا أو جماعة من الناس عملوا هذا الشيء وحصلوا على مطلوبهم، دعوا عند القبر فأجيبوا، أو صلوا عند القبر ودعوا فأجيبوا، حصلت حاجتهم. ويقال وكذلك حصول المقصود والمطلوب لا يدل على المشروعية ولا على الجواز، فقد يحصل هذا الشيء، فكثير من عباد القبور يحصل لهم مقصودهم، تحصل لهم طلباتهم، وهذا يحتمل أحد أمرين: إما أن هذا من باب الاستدراج لهم، أن هذا من باب الاستدراج لهم، لأنهم لما أقدموا على هذا العمل استدرجهم الله فأعطاهم مقصودهم ابتلاء وامتحانا، وإما كما سبق لأن هذا صادف قضاء وقدرا قدر في هذا الوقت فحصل المقصود، ليس لأنه فعل هذا عند القبر وإنما لأنه مقدر له عند الله سبحانه وتعالى حصول هذا المقصود. والحجة ليست في القدر، الحجة إنما هي في الشرع. فإن كان هناك دليل على هذا العمل من كتاب الله وسنة رسوله فهو مشروع، أما مجرد أنه حصل له المقصود. وناحية ثالثة ذكرها الشيخ فيما سبق، وهي أن الشياطين قد تتبدى لهؤلاء في صور الموتى الذين هم عند قبورهم، فيقولون لهم قضيت حاجتكم أو نحن نسعى في قضاء حاجتكم، ويحضرون لهم أشياء غائبة، يحضرون لهم أشياء غائبة، لأن الشياطين تقدر على ما لا يقدر عليه الإنسان، فقد يحضرون لهم طعاما، يحضرون لهم نقودا، يحضرون لهم ملابس يسرقونها من هنا أو هناك ثم يحضرونها لهم، ويقولون هذا من الميت، هذا من الميت، يريدون أن يضلوا الناس بذلك، فيجب الحذر من هذا الأمر. الناحية الثالثة في جواب الشيخ، نعم، أن هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل وهم لهم فضل ولهم مكانة في العلم، هؤلاء مجتهدون وعندهم إخلاص لله عز وجل وعندهم قصد حسن، فهم جوزوا على نياتهم ومقاصدهم، على مقاصدهم وعلى نياتهم، ولا يدل هذا على أن هذا العمل مشروع ما دام أنه ليس فيه دليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال أعصار الذنوب عنه. هذه الأحاسيس التي تجدونها نعم عند ذلك. نعم هذا ليس دليلا، كل هذا ليس دليلا أنه يجد ميول في قلبه أو راحة في نفسه أو طهارة في قلبه، كل هذا ليس دليلا، كما سبق أنه قد تحصل له حاجته، ولكن هذا إما يكون من باب القضاء والقدر أو من باب الاستدراج، أو أنه يعني لصفاء نيته واجتهاده في الخير ومحبة الخير، إلا أنه أخطأ في الفعل. نعم. ربما يحتاج تحذيرا قول المؤلف رحمه الله، قال: لا ريب أن من فعلها متأولا مجتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده. نعم، وعلى عمله. هذا في الحديث: إذا اجتهد الحاكم فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. فهو فعل هذا باجتهاده وهو من أهل الاجتهاد والنظر، لكن لا يضمن له الصواب، قد يخطي فيحصل له الأجر على اجتهاده، ولكن عمله هذا خطأ فلا يتابع على خطأه. نعم، لأن هذا المعنى ينقله بعضهم عن شيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن أهل البدع قد يثابون على بدعهم إذا صحت نياتهم. لا، هذا غلط، هكذا هذا كذب على الشيخ، ما قال يثابون على بدعهم، وإنما قال يثابون على نياتهم ومقاصدهم، على نياتهم ومقاصدهم، ويغفر لهم ما كان من الخطأ. أي نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: لكن هذا القدر لا يمنع كراهتها والنهي عنها والاعتياض عنها بالمشروع الذي لا بدعة فيه. نعم، كل هذه الأمور التي ذكروها لا تدل على المشروعية ما دام ليس فيه دليل من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أشار الشيخ رحمه الله إلى فائدة عظيمة، وهي أن الاكتفاء بالمشروع، الاكتفاء بالمشروع يغني عن البدع والمحدثات، فمن كان يريد الخير فعليه أن يتحرى العبادات المشروعة من فرائض ونوافل وصدقات وغير ذلك، وهي تشبع رغبته وهي تشغل أيضا فراغه في المشروع لا في البدع والمحدثات. وديننا ولله الحمد كامل، الحمد لله، ليس بحاجة إلى الإضافات والإحداثات واجتهادات الناس، وإنما في المشروع غنية عن المبتدع. نعم. قال: كما أن الذين زادوا الأذان في العيدين هم كذلك. نعم، الذين زادوا الأذان في العيدين هذا بدعة، هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرع لأمته الأذان في العيدين، لكن هم لما فعلوا هذا عن اجتهاد منهم فقد يثابون على نيتهم لا على عملهم. لا على عملهم. نعم. بل اليهود والنصارى يجدون في عباداتهم أيضا فوائد، وذلك لأنه لا بد أن تشتمل عبادتهم على نوع ما مشروع في جنسه، كما أن أقوالهم لا بد أن تشتمل على صدق ما مأثور عن الأنبياء، ثم مع ذلك لا يوجب ذلك أن نفعل عبادتهم أو نروي كلماتهم. نعم، اليهود والنصارى قد يجدون شيئا من الفوائد في عبادتهم، فمجرد وجود الفائدة في العمل لا يدل على مشروعيته، هذه قاعدة عظيمة. نعم. إنما الدليل على المشروعية كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة على ذلك، وما لم يكن فيه دليل من هذه الأصول العظيمة فإننا لا نقبله، وإن كان صاحبه معذورا أو مأجورا أو له فضل أو له مكانة أو حصل له مقصوده، كل هذه أمور لا تسوغ البدع والمحدثات. نعم، لأن جميع المبتدعات لا بد أن تشتمل على شر راجح على ما فيها من الخير. نعم، البدع قد يكون فيها شيء من الخير لكن الضرر فيها أرجح مما فيها من الخير، من الخير. والشرع إنما جاء بتشريع ما فيه مصلحة راجحة على مضرته. نعم. أما ما كانت مضرته راجحة على مصلحته أو مساوية فإن هذا لا يشرعه الله سبحانه وتعالى لعباده. الحمد لله. ومن ذلك البدع، فإنها وإن قدر
أن فيها نفعا كما سبق من ما ذكره الشيخ من صلاح النفس ورقة القلب ورقة القلب وغير ذلك وقضاء الحاجات إلى غير ذلك، فإن هذا لا يدل على مشروعية هذا الشيء. نعم. قال: إذ لو كان خيرها أي البدع راجحا لما أهملتها الشريعة، فنحن نستدل بكونها بدعة على أن إثمها أكبر من نفعها، وذلك هو الموجب للنهي. نعم، لو كان في البدع منفعة أو مصلحة راجحة لم تهملها الشريعة، فإن هذا الدين كامل، فلما لم يشرعها الله دل على أن مفسدتها أرجح من مصلحتها. نعم. وأقول إن إثمها قد يزول عن بعض الأشخاص لمعارض لاجتهاد أو غيره، كما سبق أن فاعلها وإن كان فعله هذا بدعة فقد يزول عنه الإثم لمعارض، إما لصلاحه أو لاجتهاده أو لتقليده لغيره، لكن العمل هذا لا يقال أنه مشروع ولا يداوم عليه هو أيضا، بل ينتهي عنه. نعم. نعم. كما يزول إثم النبيذ والربا المختلف فيهما عن المجتهدين من السلف، ثم مع ذلك يجب بيان حالها وأن لا يقتدى بمن استحلها، ولا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها. نعم. فيه من يرى إباحة النبيذ وهو الشراب الذي نبذ فيه شيء من الفواكه واشتد لطول مدته، فهذا يحرم لأنه تحول إلى مسكر. تحول إلى مسكر. فمن المجتهدين من يبيح اليسير من النبيذ، يقول لأن حقيقة الخمر إنما هي في العنب، عصير العنب. والنبيذ ماء وضع فيه تمر مثلا، أو فيه عنب أو فيه تمر أو فيه شيء يحلى به فبعد فيقول الخمر حرام، عصير العنب حرام، يعني إذا اشتد عصير خمر العنب هذا حرام قليله وكثيره. نعم. بينما يقول في النبيذ إنما الحرام كثيره وأما قليله فليس بحرام. هذا رأي لبعض السلف وهو مخطئ على كل حال، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر من أي مادة كان. نعم. كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لكن هذا لما كان مجتهدا وأباح اليسير من النبيذ وهو مجتهد، فإنه قد يرتفع عنه الإثم، لكن لا يسوغ هذا أننا نبيح النبيذ المستدل لأن فلانا أباحه. وكذلك الربا المختلف فيه من الربا، مثل المسائل الفرعية التي اختلف هل هي تدخل في الربا أو لا تدخل، فإذا أباحها شخص ورأى أنها لا تدخل فإن عموم الأدلة وحرم الربا وعموم الأدلة على تحريم الربا بجميع أنواعه هذا هو الصواب وهو الأصل. لكن كون هذا اجتهد ورأى أن هذا اليسير لا يدخل في صور الربا قد يرتفع عنه الإثم بسبب اجتهاده، لكن لا بد من البيان. يقول الشيخ: نعم، لا بد من البيان على حسب الأدلة، حرمة النبيذ قليله وكثيره وحرمة الربا. نعم. وأن لا يقتدى بمن استحلها، وهذا نعم، ولا يقتدى بمن استحلها وإن كان مستحلها معذورا وقد يكون مأجورا على اجتهاده، لكن لا يتخذ هذا تشريعا للناس. نعم. وأن لا يقصر في طلب العلم المبين لحقيقتها، وكذلك لا نقتصر على أن فلان أباحها ولا نبحث عن الدليل ونبحث عن الراجح والمرجوح، لا يبري ذمتنا هذا، لا بد أن نبحث في المسائل الشرعية ونبين ما يحله الشرع وما يحرمه، ولا نقتصر على اجتهادات المجتهدين، وإلا كنا كالنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أحلوا لهم الحرام فاستحلوه وحرموا عليهم الحلال فحرموه. نعم.
وهذا الدليل كاف في بيان أن هذه البدع مشتملة على مفاسد اعتقادية أو حالية مناقضة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن ما فيها من المنفعة مرجوح لا يصلح للمعارضة. هذا لو قدر فيها منفعة فإن منفعتها مرجوحة، مرجوحة بأي شيء بالضرر، وما كان ضرره أرجح من نفعه فهو حرام. نعم. والصواب أننا لا نقبل قول أحد إلا بعد معرفة دليله من الكتاب والسنة، أما مجرد الرأي ومجرد القول فهذا لا يبيح لنا أن نأخذ قول فلان وعلان. نعم. رد أقوالهم إلا باشتراط الدليل ينال من منزلة العلماء واحترامهم. نعم. يقول بعضهم يقول هؤلاء علماء نحترمهم وأهل اختصاص. نعم نحترمهم، ولهم قد يكونوا مأجورين على اجتهادهم وهم مخطئون، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فلهم مكانتهم وعلمهم لأنهم لم يقصدوا الخطأ وإنما هم يبحثون عن الحق، عن الحق ولكن لم يصيبوه، فلهم الأجر على اجتهادهم. لكن نحن لا نأخذ خطأهم ونعمل به لمجرد أن قول فلان أو قول فلان. نعم. حسن الله عليكم. قال رحمه الله: ثم يقال على سبيل التفصيل إذا فعلها قوم ذو فضل ودين فقد تركها في زمان هؤلاء معتقدا لكراهتها وأنكرها قوم إن لم يكونوا أفضل ممن فعلها فليسوا دونهم. إذا احتججنا بالرجال، نعم، وقلنا هذا قول فلان وهذا رأي فلان وهو عالم، نقول نعم، وكذلك له مخالفون، له من هو أفضل منه مخالف له من السلف والخلف. نعم. فلماذا نأخذ قول فلان ونترك قول الآخر؟ هذا لو راجعنا إلى أقوال الرجال، لكن الحمد لله نحن عندنا الكتاب والسنة نزن بهما الأقوال. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقول الشيخ هذا من باب التنزل. نعم. أنه إذا كان يحتج بقول فلان وفلان فلماذا لا يحتج بقول مخالفه وهو قد يكون أفضل منه وأمكن منه درجة في العلم. نعم. نعم. قال: ولو كانوا دونهم في الفضل فقد تنازع فيها أولو الأمر فترد إلى الله والرسول وكتاب الله وسنة رسوله مع من كرهها لا مع من رخص فيها. إنما أصحاب الأهوى هم الذين يأخذون ما يروق لهم ويوافق رغباتهم، وأما الذين يريدون السلامة ويريدون الحق فهم لا يأخذون الأقوال على علاتها. نعم. وإنما يزنونها بميزان الكتاب والسنة. نعم. ثم عامة المتقدمين الذين هم أفضل من المتأخرين مع هؤلاء، يعني المانعين، مع الذين منعوها. نعم. هذا إذا رجعنا لأقوال الناس، لكن ليس الرجوع إلى أقوال الناس، الرجوع إلى الكتاب والسنة. نعم. حسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.